هنبدأ فقرة الفيسبوك وهنعيش مع بعض الأجواء اللي عاشها منتخبنا الأول في مباراته اللي لعبها النهاردة مع جزر القمر. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو اللي نشرته صفحة سبورتس القمر عن الأجواء الجماهيرية ودخول اللعيبة لملعب مالوزيني واللي طبعا استضاف النهاردة مباراة جزر القمر ومصر. وهنلاحظ كمان وجود لعيبة مصر لمدة دقائق بسيطة، لكن لعيبة جزر القمر لفوا أكيد طبعا في الملعب كله عشان يحيوا جمهورهم. تعالوا نشوف مع بعض ونعيش الأجواء اللي عاشوها أكيد النهاردة نجوم منتخبنا. ولكن طبعا التعادل السلبي ما كانش ابدا النتيجه المرضيه لجمهور الكره المصريه. ومن جزر القمر بقى نروح معاكم لصفحه الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف واللي نشرت الصوره دي وكان فيها نتائج مباريات امبارح من التصفيات المؤهله لكاس امم افريقيا. وكتبت الصفحه نتائج الحد 17 نوفمبر من تصفيات كاس امم افريقيا، وطبعا من اهم النتائج زي ما انتم شايفين فوز نيجيريا على ليسوتو بره ارضها 4-2، وكمان فوز مالي بره ارضها على تشاد 2-0. كمان السنغال فاز أو خارج أرضه برضو على إسواتيني بنتيجة 4-1، وفاز كمان منتخب جنوب أفريقيا على ملعبه قصاد الفريق السوداني 1-0. ومن نفس الصفحة نشرت الصورة دي وفيها مواعيد مباريات النهاردة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. طبعا كانت البداية بمباراة مصر وجزر القمر، وهتكون كمان في مباراة لبوتسوانا والجزائر، وفي ختام ماتشات النهاردة في التصفيات واللي هتنطلق إن شاء الله الساعة 9 مساء بتوقيت مصر. نروح معاكم لصفحة اتحاد الكرة المصري واللي نشرت الصورة دي وكتبت الصفحة فرحة ننتظر تكرارها بإذن الله. طبعا كلنا مستنيين مباراة مصر وجنوب أفريقيا بكرة فقبل نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، واللي هتشوفوها برضو بكرة إن شاء الله هنا على تايم سبورتس في التردد الأرضي. ومن نفس الصفحة اللي نشرت الصورة دي نقلت تصريحات ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا الأولمبي. كتبت الصفحة عبر ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا الأولمبي عن تخوفه من مواجهة منتخب مصر، واعتبرها مواجهة صعبة وقوية لأن الفائز منها بيتأهل لنهائي البطولة وبيضمن التأهل لأولمبياد طوكيو 2020. وقال كمان أن مباراة الفراعنة هتكون كبيرة ومثيرة، خصوصا طبعا أن هي هتقام على استاد القاهرة بعدما تعود فريقه على ملعب السلام. وقال نوتواني واجهنا مصر في مباراة ودية واستفدنا منها كتير، احنا جاهزين للمباراة والفريق الأفضل هيفوز، وحاليا وصلت البطولة لمرحلة الحسم عشان كده هنواجه مصر بأفضل فريق عندنا. كمان نقلت صفحة اتحاد الكرة المصري أبرز تصريحات شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي. نشرت الصفحة الصورة دي وكتبت كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن سعادته بما حققه المنتخب الأولمبي، ولكن أكد أن الهدف الرئيسي لم يتحقق وأنه لازم ولابد من الفوز في نص النهائي بكرة إن شاء الله قصاد جنوب أفريقيا والتأهل للأولمبياد. وكمان وضح أن من بداية البطولة والفريق بيتعرض لضغوط كتير جدا وضغوط مستمرة ومش هتنتهي إلا بالتأكيد من بلوغ الأولمبياد. والجمهور كمان مطالب ان هو يدعم الفريق والمجموعة الحالية اللي بتشكل قوام المنتخب الأول في المرحلة اللي جاية. وكمان قال ان بطولة الكبار في مصر والخروج المبكر كان سبب في بعض الضغوط، ولكن المجموعة الحالية تقدر ان هي تتجاوز الصعاب. وطلب كمان من الجمهور ان هم يحضروا بشكل مكثف في لقاء جنوب أفريقيا لان هم الداعم الأول للفريق واكيد احد اسباب الرئيسية في الفوز على غانا وتحويل التأخر طول اللقاء لفوز. We'll be right back.